فيلم كان وح أو كبلا بنيا كان كميد أه كيمه كويا لوقوي جا أفريكا وحنا جوجي هرم عد نجنا عروتي سلاكين سبدر وح صوبير راي لباه ويكعرس أقدم بيتين وأودليا أصلا ما أرك هاي عيال كذا جريريس كأه إسلامالك سهبين كذا نوح جري قف كده حسونا هاي كانت تحدد أولا نهنا بيتر يويل كي جريريس كأه إزين مركي أركان عيال كي جريرا إهرم عد كوا إيسود جنيان وح إن كبد بادينيان جاريجا كلا إنتو سنجيرين ويسوق هذا وح إن جيني مقايس سي عنتو أسيان وقت ياسنسين وح وأبيس كذا البنيا إنه جريجا كوكرسن كرا أباهن ووجلاني ميدس وح ونوشيجيا إن إيمان دونتو مالن أوسن جريجا كونو لاكرين إنت سكد من جريجا أيوسو وذيان زين إنتي وضد الوسو جري أورنا وأهورداي مركي أجريجا تيان هويديس وأيك فرح يسا وح إن جوانسن يسا إن كرسدان هبين كي مركي لجارنا سين وح ولجي فني هرم عد كي جراي صباح ذي حكتي مركي لجارنا عد أورنا وح أي وقت في عن لقاضنيان هرم عد كا سو ذجر أه أين صبر أوكليان سين وح ولدق ما هرم عد كير إنه يهاي سيد عن جريس أو أوكلي وح ونبريا وح كستم مسقول أيون جينيا وح ونوبحني يا دوم أو لجو وذن هرم عد أو أهنا اللقدس وحليا بتر ويلكس وح وكعبني إنه جرو أوليس هرم عد كا وقت جوا وصعني يا دوم وأوينانيا زين يا بيس نوح أي هرم عد ككتب وبريان بيرتو ذا لحد ذا أيكو استعماليا بنون سي وأرد كليا أو نخضو صاحب تني ماذا زين يدوم نوائسي هرمان يسا وح ونقني يا قف كميد أهقوس كأوكله مرة أسوق بيرت كل عيارة يدوم وح وأركيا أبيس أو هالمرجارية كده عايو شركة كده من زين وح ووقت جيس بدن كيس جوجا يا إسبيتالكا هو يديس أيان أهت قف ككليا أكور قبتي بيرت يا هرم عد كا إلا مركي دب زين أبيس حال ديس إيسوف عناتي مركل أيان بلابيان إن يدوم أرد بران زين وح وهايمد وح صقن كده باي كاميرو دومنا وح وأوذي إنه بقول كيلومتر كجر هل ساعة وأنا إسكور عصب هبين كي نسين وح وبلابيا إنه آخر يبوجي وجعلاي أو هاينا جبه هوي دي سا أنت سكد من دوما أي وذي وح ونجيني يا جوري كده سنجيت ككركي سا أبيس بتر أي أوي معنا وح ونحسوسني هشيس كي أو ذجلين هبين كي أجو أنسنا ين إنه كرصدان دوما وأنا إن لجاري دون وقت ودوم كل عبند دون كنتي كسه هلين أبها وح وكره يا ويلكي سا وح على جاري وقت كي أندوم علي لهن سو ونولاد ونقد العرور بذن لكن سين وأو كسه رجسني هذا الكأبيس وح وأركي إنه سندوما ربين إنه كل عبتكينت أو سنخن حيوان ديجي عبأه بس أبيس بتر وح وكره يا وح رتيد سماء أسقواه اللي بيعون وحسن ووح ديجي سكوجر ما أهن دبي عاد أو سكدين كرا حد أكينت كو علينا نسيت دخسله أيو كل قب سندونا هبينك أسقو جفسين وح وكسو كعيا عد كأمبلاستا يعد كهرم عد كأك جوجي مركي وهوسوس دكتن وأرجع جحيا كدي مركي وأركي إنه أبيس أنتي زين يهويدي سوح أيدوجا يان أبيس بتر وح أنا كمرجس نين وايد أيواين لكن سو وقت جم أهن مد ويستاجع يقف ووسعنا يا مرجدي أبتر كمرجون عين وأوسيس يا ذهير وح أجارين إسلح اللي لبدو ذا مر أسوق سين جوج بركة دباش وح أؤمن سهوي دي سا وح أنا كده سو وح كوك سبنا هاي إن برتن إي بي سي أنو أدن إيدا ذا أو أنو ولا نولانو زين إنك استوق أنك إذا أوكسه رجدي لكن سمو سن هسنين حل أنك أهم مداس مركي ويدينا دوما مش أو كده بين دون هوي دي سو وح أكله هسا مر دو وح على جين دونا برت حيوان ذا زين وأوكدي ذي محيل أبيس وح وجعلاي برت من أوزربين حتى إن لإيبيو هل مروحة أكو بوضي يا بركة دباشة إنت سكدي من وحن أركينا أساق إي هويدي سو أقورا يا مقالك لي مركي إي دقان هويدي سوحا إي جيني سا إسكول عصوب وحا ونكو بيرا يا كوحكا إسناد إسكول كا هويدي سا إي جيني سوحا إن كله سا مركي أكسو دماتيد حيسدها أي أنكسو دوني دونا دومنا وحا إي وصو تغان قرغ إي ديدي سا مر أساق وكو عيارا يا رموت كا تلفشين كا وحا هل مرشيد ما يتيفيق مركي وشيد منا وحا ونحيا وحا ونبلابي إنو أسو عربانان كا وحا ودب أردية غاريق سين هويدي سا إي ودي أو سارناين زين مادام ويهاي مت كميدة حيواناتك او قردك بدن قاريق ايو رافيا وحا اونك هورتاقيا اسكولك انتي سنتيجين زين وا اوليا بيا كدي مركي اوك اركي داقادة فسل كيسا جوغيتانكي او جوغين دوم اسكولك وحا اوكو صوابا يا فوضو ارديد او لن وحا اي كعبسن ايين اساقا اسكرتي ايا ايمانا يان اسكولك وحا اون زينك بحسن ايا قيبتا دنبا اي اسكولك زين حالك المهور يالين او انك اهين انو فوليا دردارنكي ابيهيسا او اهين دوم انو كو علي دور كيسي او كو نولاي وحا او بلابيا انو دوم كو قادم متدي ابيسا او لهاي وحا اون او جهسن ايا كنت حقيسا وحا اون او تغي هويدي سوراخات سي ايسان اوغو والولين اين او اوغا تميش او آذي وحا او بلابيا سين انو سيوة تسعود كيسا إلا مركي دنبو او هال مركي استاغي كدي مركي او شدالك كنما آذي وحا او نكو قصبانانيا انو ريح إلا مركي دنبو او كدريمي اون كلالك قروح دا در تيدا وحا او كو رحسو عنيا سحراها إلا مركي دنبو او كسو غاري ديارد بربورتي وحا او فقدي سنيا هوس كما دام قروح دا اي كلو شهاي هبينكي مركي لغارن زين وحا او اركاني لدو هرب كونا او اسكو دياين انو كعصادو موتديسا زين وا او استوسيا سي او سن او قادن انك موتديسا نينكينا وحا او كعب سنايو دوما مركي او اركان زين وحا او كا اوغانيا انو او سعودا نينكان لنع قلباتك او نربان انو قاتا موتديسا زين اساقنا وحا او سعودي لنع كالي زين وحا او بانريقيا نينك انو موتديسا قادن كروانا هدي او سيو بيو مادام او اومن يهي نينكينا قدال او
wax uu ku ogaanay inuu san shidaal ku jirin mootada isla waqtigaas nasiin hooyadiis waxa ay raadinaysay wiilkeeda waxa ayna gudbinaysa inay weesan tahay wiilkeeda iyo duuma halka seen iyo robkoona ay noqdeen saaxiib waxa ayna ogaanayaan wadada ay ugu bixi karaan saxarahan seen aabis waxa uu ka bartay fikrada badan markii uu arkay baalashuudka diyaaradda ag yaalay waxa uu isticmaalayaa mootadiisa waxa uuna ka dhiganayaa shiraac si ay saxarahan ugu moodaan waa ayna soconayaan waxa ayna raadinayeen meel ay ka heli karaan biyo ay cabaan ilaa markii dambe robkoona uu ka joojiyay mootada waxa uuna bilaabayaa inuu god qodo si uu u soo saaro biyo isla markaasna duuma waxa uu arkay goronyo seen waxa uu ku dhiirigelinayaa inuu soo ugaarsado duumana waxa uu bilaabayaa inuu ugaarsado laakiinse meesha uu ka ugaarsan lahaa goronyada waxa uu aaday ukumeeda ninkii afrikaanka ahayn waa uu ku qoslayaa waxa uu wiilkii yaraay ku dhahayaa kan meesha ma ku noolaa karaa ee intaha ugu tagin ee gado waxa ka faa'iideysaa lacag badan intaas kadibna waxa uu weydiinayaa meesha uu u socdo seen waxa uu soo baxsanayaa qeyradada aabihiis waxa uuna ka tusayaa meeshii uu duuma ku noolaa jiray rabkoona waxa uu ku dhahayaa meeshaas waxa lahaa kafaango waana meel halis ah mana fiican in aad aadid seen hadalkiisa dhagta kale ayuu ka bixinayaa seen subaxdii waxa uu bilaabayaa inuu isticmaalo jihaysa si uu u ogaado meesha ay u socdaan waxa uu bilaabayaa inuu ka shakiyo rabkoona sidii u socdeena waxa ay soo gaarayaan tuulo ku taala saxraa dhexbartankeeda ay ka buuxaan qabuuro xoogaa kadibna waxa uu arkay diyaarad helicopter ah oo kor maraysa mandiqada korkeeda meeshii ay caawimaad ka dalban lahaayeen rabkoona waxa uu ku amrayaa inuu ka soo dhunto waxa uuna ku dhahay dadkaas waa dad shar badan waxa ayna rabaan inay ku dilaan habeenkii waxa ay ka wada hadlayaan duuma intaas kadibna waxaan arkaynaa rabkoona oo diyaarsanaya midi af badan subaxdiina waxa ay bilaabayaan labadooda inay raadsadaan biyo seena waxa uu ordayaa rabkoona kadib markii uu dhexgalay buur hoosteeda ay ku soo duntayne wuu ag istaagayaa waxa uuna ku dhahayaa adiga waxaa noo wadaa magaalada waxaana rabtaa inaad booliska gacanta noo gelisid si aa u qaadatid lacag seena waa uu ka soo dhaqaajinayaa rabkoona oo godka ku dhex jiro mana caawinaayo waxa uu gaarayaa wabi ku yaala meesha waa uuna ag fadhiisanayaa si uu u nasto kadib markii uu soo galay safar dheer oo socod ah subaxdii xigtayna seen waxa uu doon ka samaysanayaa geedaha laamihiisa si wabiga uu ugu moodo markii uu dhammayna waxa uu awoodayaa inuu ku qanciyo duuma inuu soo fuulo doonta intii ay doonta sii saarnaayeenna waxa ay arkayaan nixaas hal mar doontii ay saarnaayeen ayaa la gudoomaysa yaxasyadiina waxa ay bilaabayaan inay soo bursadaan laakiinse ugu dambeyntii waxa ay awoodayaan inay ka baxaan wabiga ilaa haddartaana seen hooyadiisa waa ay raadinaysaa ayada ayayna ahayd qofkii saarnaa helicopterkii oo rabkoona ku dhahaya ka dhuumo seen iyo duumana markii ay ka soo baxeen wabiga waxa ay ku dhex socdeen cos dhexdiisa ilaa markii dambe uu ka maqlay cod qeyla ah waxa uuna calaa dul ogaanayaa inay yihiin loobaciid waa uuna ka dhuumanayaa duumana ayaka ayuu bursaday waxa uuna rabay inuu ka fogeeyey wiilka yar intaas kadibna seen waa uu weynayaa duuma waxa uuna raadinayaa waqti badan ilaa markii dambe asaga uu ka dhumay wadadiisa duumana markaas waxa uu ku dhex dhacay dabin oo shabaq ah habeenkii ayaa la gaarayaa seena weli waa uu raadinayaa duuma ilaa markii dambe uu ka arkay doofaar waa uuna ka dhumanayaa laakiinse wejigiisa waxaa dul maraaya caarcaaro waa uuna cabsanayaa kadibna waa uu dhaqaaqayaa doofaarkan waa uu arkayaa wax uuna bilaabayaa inuu bursaday ilaa markii dambe uu seen ka dhacay uuna madax ku dhufsaday dhulka wuu suuxayaa markii uu soo kacna waxa uu arkayaa rabkoona oo jooga dhinaciisa waxa uuna ogaanayaa inuu badbaadiyay asaga iyo duuma waxa uuna ku dhahay iga raali noqo qof xun ayaa ku moodayay rabkoona waxa uu ku dhahay dhab ahaantii waxaa rabay inaan ku dhiyo booliiska aan ka qaatana lacag kadibna aan iibiyo duuma waxa uuna ugu sheekeynayaa qisada noloshiisa inuu ka soo degay deegaankii uu degnayna uu rabo inuu aado meel kale si uu ugu soo shaqaysto uuna u helo lacag badan laakiinse nasiib dar ugu dambeyntii ma uusan helin shaqo waxa uuna soo aaday duurkan hooyadiisna ee ku jirta xabsi uu go'aansadayna inuu sun ku laabo magaaladaas maalinkii xigay waxa ay bilaabayaan inay ku tababaraan duuma sida uu ku ugaarsan lahay xayawaanada laakiinse duuma waa uu khasaarinayaa waxa uuna dhaafsiinayaa cashadii ay cuni lahaayeen siday u socdeen waxa ay ku imaanayaan dad badan oo dhiganayaan xaflad maadaama uusan duuma usoo qabanin ugaar waxa ay ahaayeen kuwa baahan waxayna go'aansanayaan in dadkaas ay ka soo xadaan cuntadooda seen ayaa u gelaya waxa uuna iska dhigayaa qof lasoo qaniinay ayakana way usoo kala cararayaan ayaku ogeen wax qaniinay waxa ayna arkayaan mas madow oo ku jira jaatigiisa ayaka dhanna waa yacabsanaya waxa ayna bilaabayaan inay ka cararaan meesha rabkoona ayaa soo gelaya waxa ayna bilaabayaan asaga iyo seen inay cunaan cuntada oo ay ka dhargaanne intaas kadibna waxa ay raacayaan doon seenna waxa uu siinayaa rabkoona lacag maadaama uu caawiyey rabkoonana sidoo kale waxa uu siinayaa dhagaxaan qaali ah oo uu ka soo helay godkii uu ku dumaayey markii ay doonta ka soo degtaanna waxa ay raadinayaa meel ku haboon duuma uu ku noolaan karane ilaa markii dambe ay ka soo gaareen xayawaan dhintay oo meel yaalo waqtigaasna duuma waxa uu bilaabayaa inuu cuno meedka dhintay seenna markii uu arko waxa uu bilaabayaa inuu ka celiyay rabkoona ayaana ku dhahay ka leexo ah cune meeshan waxa u keentay soo ma ah inuu barto sida uu u cuni lahaa ugaarta intaas kadibna waxay arkayaan god waxa ayna bilaabayaan inay dhex jiiftaan oo ay degaan rabkoonana waxa uu dhahaya waa inaan si dhaqsi leh ku helnaa meel ku haboon duuma si aan ugu laabano guryaheena oo u nasanane seenna dhimashada aabiis ayuu arkaa inay wax kasta bedeshay subaxdii waa ay soconayaan ilaa markii dambe ay ka soo gaareen meel coos ah xasharaad sun ah oo dadka qaniina ayaana soo weerarayaa rabkoonana waxa uu mare ku dadayaa seen si uu u badbaadiyey laakiinse asaga ayaa la qaniinayaa habeenkiina waa uu jiranayaa waxa uuna u baahnaanayaa inuu nasto habeenkaasna waxa uu ahay habeen rubda'ay oo qabowna waxa ayna u baahnaanayaan inay dab shitaan si ay dab u shitaanna waxa ay gubayaan lacagtii ay haysteen waana waxa keliya ee holcaayo intaas kadibna seen waxa uu aadayaa tuulo u dhoweyd waxa uuna ka dalbanayaa inay caawiyaan maadaama uu rabkoona jiran yahay intii uu jidka ku sii jirayna laba libaax ayaa arkayaan waa ay bursanayaan waxaana ka soo gaaraya duuma ugu dambeyntiina seen waxa uu awoodayaa inuu tago tuulada wax
waxaan ka dalbanayaa caawimaad rabkoona ay soo qaadeen waxa ay Kenya tuuladu waa in daweynayaan habeenkii dumo waxa uu soo aaday duurka waxa uu bilaabay inuu ku dhax socdo ilaa markii dambe uu ka maqlay codka iimaanay buurta xageeda codka ayuu raaciya waxa uu arkay haramcad kale oo asaga amal ah aniga ma og inuu yahay walaalihiisa mid kamid ah ama inuu yahay mid kale seen habeenkii waxa uu la jiifanaya tuulada dadkii ku noolay waxa uu maalmo la joogaya intuu ka caafimaaday rabkoona dadkii tuulada ku noolayna waxa ay ahaayeen kuwa daweynay oo si fiican ugu taxadaraayo intaas kadibna markii wajigiisa uu sidiisii hore ku soo laabto waxa ay ogaanayaan inuu yahay inuu asaga yahay wiil ku noolay tuuladan joogitaanka uu joogayna tuulada dadka dhan ayaa ogaanayaan waxaana u soo kala cararay qoyskiisa rabkoona markii uu arkay xaskiisa waxa uu barayaa Zain intaas kadibna Zain waxa uu aadayaa duurka si uu u raadiyo duuma laakiin Salmar waxa uu arkay inuu la joogo mid kale oo asaga u ah waqtigaasna waxa uu ogaanayaa in la gaaray waqtiga firaaqa ee kaltigi lahaayeen duuma waxa uu sugootinayaa saaxiibkiisa Zain Zainna waxa uu ahaa mid murugaysan oo oynaayo maxay la dibdambe uma arki doona saaxiibkiisa filmkanana waxa uu ku dhamaanayaa kadib markii uu Zain ku laabtay gurigiisa oo nala kulmay hooyadiisa ee nabsiisay ugu dambeyntii hadii aad ka sheegay filmkan ha iloobin inaad like saartid sidoo kale inaad subscribe saartid youtube kan qolasada filmada si ay ku soo gaaraan muqaalada aan soo dhigi doono filmkan waxa ay qoray Captain Majid waxaan codiyay Abdul Halim Cali waana aniga waxa habeeyay oo edit gareeyay isla Captain Majid filmkan magciis waxa lahaa duuma waxa uu soo baxay 2005 waa inuu muqaalkan in muqaalada xigo maca salaama